السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم معي في هذا الفيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم باكيتي ديال شاين. ها نتوما بسم الله. المهم باكيتي تقل شويه حتى مخلط، ما فيهش غير الحوايج. اليوم نشارك معكم حاجات مخلطين، كاين حوايج ديالي، كاين بلوجان، كاين جونيد، وكاين حاجه ديال الدار. المهم باكيتي مشكل من كل فني طرف، شويه شويه من حاجه. خليكم معي حتى الاخر ديال الفيديو. الروابط فحال دائما غتجبروهم في صندوق الوصف تحت الفيديو وفي التعليق الاولاني، ولا كنتو كتشوفوني من فيسبوك الروابط غتجبروهم فوق الفيديو. فبسم الله على بركه الله نبداو الفيديو ديال اليوم. غنبدا لكم باول حاجه غتكون كسوه، انا نوري لكم دابا. اول كسوه غنبدا لكم بها هي هذه اللي في الخضيضه. شوفوا الزواقه اللي فيها شحال مزيونه، جات كامله ببليات من هنايا، كتشوفوا هيدا حتى من الظهر، كميمات ديالها فيهم جباده من هنايا، وجات طويله حتى للارض وفيها هاد الزواق. عجبتني انا، كيحمقوني هاد الكساوي اللي فيهم الزواق، هذا كساوي قمايش اي حاجه تكون فيها هاد الزواق هادي في الذهبي بحال ستيل ديال فيرزاتشي زعما زعما. المهم شويه كتدي فيها هاد السناسل وهادشي. ها انتم شوفوا شحال مزيون جات في الخديده، وكتجي معاها السميطه ديالها هادي، هادي كتجبد باش كتجي قد كلشي، وهذه الصمطه من هنايا في الذهبي كتشد بالطرطاقات. فيهم كانوا اللوينات، كان فيها الكحل وهذا الخضيضر هذا، وما عقلتش اللون اخر شنو هو، واش كان حمار ولا بلو مارين، ما عقلتش. مي غنخلي لكم رابط في صندوق الوصف، مي غتدخلوا غتجبروها. طبعا غنخلي لكم حتى كود برومو اللي غادي نكتب لكم هنايا ونكتب لكم في صندوق الوصف، كتدخلوه قبل ما كتخلصوا باش كينقصوا لكم 15% من الثمن، 20% ما عقلتش بالضبط شحال طوني هاد المره، مي غادي تجبروها في صندوق الوصف مكتوبه. ها انتم جبروا اللوينات اللي فيها، غنخلي لكم تشوفوا التصويره كيفاش كتجي في اللبيسه. وهذه عجبتني بزاف الكسيوه، اكثر حاجه عجبتني كيجيبوني كسيوه بحال هدا واسعين. ثاني قطعه هي هاد البليزر هادي اللي فهاد اللوين هذا مزيون في الحميمار، شوفوا كتجي بحال هيدا، كتجي طويله ماشي طويله بزاف صراحه. المهم غادي نخلي لكم التصويره تشوفوها قداش الطاوله ديالها على حساب طاولات كل واحد. عاوتاني الناس اللي طوالين مني تجيهم اقصر من هيدا، واللي قصارين مني تجيهم اطول من هيدا. انا فيها متر و63، كتجي فيها هنايا هاد في كميمات مطويه بهاد الثوب هذا ابيض وكحل، وفيها كانوا بزاف ديال الالوان هاد، وانا جبت جوج، هذه في الحميمر وحده اخرى في الخضر ملكي. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي. وطلبت هاد الشاندر هذا اللي الصراحه واعر واعر، هذا جوج ديال البياسات، كتجي فيه هاد كابوتشا هادي بالقب ديالها، فيها ثلاثه ديال اللوينات اللي اليوم راه عطوني، ونين بياض والغوز، هاد الغوز بحال اللي عطي الموف والكري، جات طويله البنات شوفوا شحال طويله تبارك الله. وكيجي معاها السروال ديالها، جوج بياس ست سروال غزال، شوفوا الثوب ديالها شحال مزيون، قربكم تشوفوا الثوب سخيخنا هاد البرد اللي ماجي دابا. هذا الوقت ديالها في الصباح، هيدا المدرسه تدي ولادكم دراسه، لا خصكم تخرجوا تخلفوا السخره، هادو كيجيو واعرين واعرين ساهلين وعمليين. هادي ديت فيها الطايه اكس ال، وحتى ديك بليزر اكس ال، والكسوه حتى هي اكس ال، كاملين ديت فيهم اكس ال. وهنايا طلبت هاد الريبيكا هادي في هاد اللوين هذا، هاد الموف كيعجبني هاد اللون. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي من هاد الوقت ديال دابا، ما هو برد بزاف ما هي الحراره، ما كتعرفش شنو تلبس، يعني كتلبس في الصباح كيكون برد، مي مثلا مي كتوصل ديك 11 النهار غير 10 كيجي الصات، المود ديال الصات، فما تبقاش تخرج بالخرسي دابا، ضروري خصك شي حاجه خفيفه، ولكن في الصباح كيكون برد، يعني خصك شي حاجه من فوقي غير شي ريبيكا باش مي يجي الصات تزور ريبيكا وتبقى بقميجة ولا شنو غتكون لابسه من تحت. فجبت هادي في هاد الموف هذا الوقيت ديالها مزيونه خفيفه، ماشي سخونه بزاف وماشي بارده بزاف ديال الصوف. وبليزر الثانيه اللي طلبت هي هذه في هذا الخضيضر هذا، شتو هذه اللون ديالها شحال مزيون عاود كتحمق، انتما كيف كانت مطويه باقا مكمشه. هادو كانوا فيهم الوان تبارك الله، فيهم بلو مارين كحال، كنظن ابيض ما عقلتش. المهم مي غتدخلوا للرابط غتجبروا الوانات اللي فيهم كاملين، فيهم بلعه ديال الالوان. وهنايا طلبت هذه الكسيوه هذه من لالا لوجي، شوفوا معايا فشان شحال مزيان، شوفوا التوب ديالها كيفاش غزال بحال التوب ديال شي قفطان، شوف فيها الموف، هي في البيج وفيها الذهبي، وفيها هذا الدونتيل هذا في الموجه في كميمات هيدا، وهنايا في قاع ديال الكسيو زين، انا عجبتني بزاف. وطلبت هذا الخريسي هذا اللي جا طويل سامبل عادي، هو فيه هذا الكاروس هادو، الا لاحظتوا غتشوفوني انا في الشتوى ديما كيعجبني نلبس هاد الخراس هادو حيت ساهلين، ما تبقاش تفكر شنو غتعمل فوق منه، خرسي بوحديتو مع السروال سبردينه والشال وكتزيد مع الطريق، جا طويل هذا وفيه كاروس من الوجه ومن الظهر، كيما ديالو اللي حاسبين اللوين ديالو مزيان وفيه هاد اللوينات.
انا كيعجبوني الكاليتي ديال الخرسه ديال شينا البنات، خصكم غير تعرفوا تختاروا مزيان. طبعا الخرسي اللي غيكون بحال هذا طويل بخمسة الاورو ما غاديش تكون الكاليتي ديالو مزيانه، الا لك في الاوفرتا كان الثمن ديالو زايد مثلا ب 20 ب 18 ونقصوا له، اما لك كان الثمن ديالو اصلا رخيص كيكون الكاليتي ديالو معينه وديالهم شويه وصافي. ودائما نتوما فتحوا التصويره وبقاو تقربوا التصويره باش يبان لكم الثوب كيفاش عامل، واش الثوب مزيون اولا الثوب هذا وصافي. هانتوما هذا الكاليتي ديالو، وعلى قالكم تشوفوا الصفكه ديالو كيفاش عامل. وطلبت هاد بيرشات، هادو كيجي باك فيه أربعة وكل وحده فيها أربعة ديال العلاقات. هادو معنينهم زعما نصراول، انا جبتهم باش نعلق فيهم الشيلان حيتاش البيرشات ديالي عمرو الشيلان. عندي ديك ديال الدواور كل واحد شال بوحدو، ولكن هادوك عامرين كاملين وكنعلقهم غير في بيرشة عاديه، والبيرشة عاديه كيبقاو يطيحوا ما كيجيوش مزيانين، فجبت هادو باش نعلق بزاف. يعني نعلق هنايا وهنايا 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 حتى هنايا نقدر نعلق ديال الاخراني، يعني غادي يهز لي بزاف تبارك الله. كيجيو أربعة، ما قلتش على الثمن بالضبط شحال، مي غتجبرو في الرابط كاين، يعني أربعة بيهم جاني مناسب الثمن ديالهم حيت كيجيو أربعة مع بعضياتهم. وهنايا طلبت هاد الكسيوة هادي اللوجين، شوفو هادي التويب ديالها شحال مزيون عاوتاني، هاد الصوف رقيقة ديال دابا هاد الوقت. شوفت فهاد السومو فيها هاد بلومالين هيدا خويطات، كتجي عاملة هيدا، كتجي فيها الطريطقات من هنايا عندي مع الميديات بيبط. وهنايا طلبت هاد الشاندال هذا نجونيت، كيجي كونخونطو مع بعضياتو جويجات، كيجي هادي فوقاني هيدا صودا دايره، والسروال فك حالو الخضيدر هانتو، هادو ماشي سخونين بزاف هاد الوقت هذا اللي حنا فيه دابا، فيه الجيام والدنيا في الهلاك هانتو مع بعضياتو. هنايا طلبت هاد الرويقن، هادو زواقه ديالهم غزاله، هذا كيجي بحال فيهم زواقه في حباب دلوح. هادو طلبتهم من الكوزينه، الكوزينه عندي واحد باطيو حداها، انا كنقولو الباطيو، المهم هو فين كتملى بالدورات تما كنشير وكنعمل كلشي، ما عنديش فيه باب، باب مفتوح دائما، فجبت هذا باش نعملو تما باش يفرق لي ما بين الكوزينه وديك الباطيو، وفيه جوج بياسات جا ماشي غير وحده. هانتو كيجي عام بحال هكا، شوفوا الواقع ديالو كيفاش عام، شوفوا كيفاش كاين، شوفوا كاتي ديالو مزيانه، عندهم رويقه زعما رويقه ديالهم مزيونين كيعجبوني. جبت انا من الصالون وجبت دابا هذا. وهنايا طلبت هاد الطبيسلات، هادو عندي قشوع كاملين في البيض وفي النقري، دابا قررت نعمل واحد الطقم في الذهبي، فغنبقى نجيب شويه شويه ديال قشيعات في الذهبي. جبت هنايا هاد الطبيسلات هادو، كيجيو فهاد الفراقه هادي، جات كل وحده بالبلاستيكه ديالها، كل طبيسل بالبلاستيكه ديالها. هانتو هانتوما كيجيو عاملين بحال هيدا، مزيونين ديال الوريضة، شتهم حلوين. الذهبي عاوتاني كيعطي واحد المنظر آخر، عندهم بزاف ديال القشيعات هما كيتشبرو من هنا زعما في الذهبي، داكشي مزيون. عندهم طباسل كبارين طباسل صغارين، ديك فراقات كلشي موجود. آخر حاجة هو هاد السبانات هادو، جبتو من جونيت مرة أخرى، كنت جبت من عندهم بحال هادو بالضبط، خويكو ديال صابانه مخده، جبت زواقه ديال الطونوبيرات، وهاد المره جبت له هادو ديال الديناصورات. هادي كيجي فيها جوج ديال المخايد، الاخر كان فيها غير واحد، جوج ديال المخايد بهاد الزواقه هادي. دابا صابانه واخا مفتحه ما تبان لكم شي، نوريكم ديال المخده هانتوما بحال هكا، فيها زواقه ديال الديناصورات، جات في البيض وفيها الالوينات هادي، والصابانه هي هادي. هادي الغشاء ديال الكورتشا، كتخشي في وسط منها الكورتشا، كتجي بالسنسلة، شوف كتجي كتفتح بالسنسلة وكتعمل كتغلف بها الكورتشا. كاريتي ديال الصابانات عندهم مزيونين، وعندهم بزاف ديال الزواق، بزاف ديال الأشكال، كاين بنيسات، كاين ديال الدكورة، كاين طونوبيرات هيدا ديال الديناصور، داكشي ديال الفضاء وداكشي، المهم كاين بزاف ديال الاشكال. واخر حاجه طلبت هنايا هذا الزوق هذا ديال الحفلات، كيجي فيه نفافاخ، كيجي حتى الخيط اللي كيعلق نفافاخ، هذه واحد اللعيبه كينزلوا فيها حتى هي نفافاخ. المهم غادي نخلي لكم التصويره باش تشوفوا الزواقه كيفاش كتجي. عندهم بزاف ديال الشكيلات، عندهم ديال اعياد ميلاد، عندهم ديال عوسيتوين، ديال ناس كبارين، ديال بنيتات، عندهم ديال جميع الاشكال، والاثمنه مناسبه عندهم. فانا طلبت هذا الشكيل هذا، ديك ان شاء الله نشارك معكم فوقاش غادي نستعمل ان شاء الله يا ربي. وصافي كان هادو هما الحاجات كاملين اللي وصلوني من عند شين هاد النوبه. غادي نخليكم كيف ما قلت لكم الروابط كاملين في صندوق الوصف، حيت واخا كنقولها دائما كنجبر شي تعليقات فين هما الروابط كيفاش تقدروا تشريو هاد الحاجات.
غادي تهودوا تحت الفيديو في صندوق الوصف في يوتيوب، غادي تجبروا تما واحد الروابط زورق الالوان ديالو، مع تكليكيو فيهم غادي تخرجكم من الموقع. تما ملي كتشوفوا التصويرات الحاجه كتهودوا تحت، كيطلع لكم الحاجات اللي كيشبهوا لها الالوان والحاجات بزاف اخرين. الا كنتوا كتفرجوا في فيسبوك فوق الفيديو كيكونوا واحد الروابط في الزرق، تما اللون ديالو مزرق، كتكليكيو فيهم كيخرج لكم الموقع والكود برومو طبعا تما غادي تجبروه مكتوب، كتدخلوا تما في الساعه اللي غتكونوا كتخلصوا وغنقص لكم في الثمن. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.